لقيتونا فيها يا زلمه، لسه ما لقيتوها بعد؟ ايه بس تعرف انه بتجنن حقيقه. عيد عيد بيرقص العقرب. عقرب شو عيد؟ عقرب الساعه. إيه. وعجر بيرقص. إيه. مش هيك؟ العقرب الحيوان اللي هيدا اللي الحشره. صح، برافو زار. دبروا حالنا، زدت حزورتنا. بس شو بدك تعمل بزبونات؟ هلا نهان بدبروا حالنا. وين رايحين؟ طلعي على برج حمود؟ رد لهم مصريات. رح وقف هونيك. رد لهم مصريات. وين رايحه مدام؟ برج حمود. رايحه برج حمود، رايحه برج حمود. والاستاذ وين رايح استاذ؟ كمان كمان رح رد لهم مصريات. يا رد لهم مصريات، انزلوا انزلوا. شو طلعت؟ شو طلعت؟ ها 1000. رد لهم مصرياتهم. وهي 2000. ردت لهم مصرياتهم؟ ايه معلوم. وين؟ ليش 2000 هي؟ ما انا اخر محرك وين؟ ايه؟ محرك وين؟ اخذ حد اثنين. تن وقفها على جنب. وين بتوقف؟ او هون، ما بدك. هيدا حزورة، هيدا حزورة لبكتونا نحن مشان يربح هو. طب معقول يعني شوفير تاكسي تترك زبوناتك على الطريق؟ صحتك بالدنيا. عرفنا على اسمك. شجيع غانم مار ابراهيم. ايه فسرنا ليه اسمك هيك؟ لانه قبل اليوم كانوا يسموا شجيع، لانه اسم شجيع شجيع يعني شجعين يعني ابضاي. ابضاي؟ ايه. هلا انت ابضاي فقط؟ يعني ابضاي يعني بتفكر يعني انه منيح يعني. بس منك هين فكرت فيه. طول عمرك. خلي لي هيك. شجيع ديتك وصلت. وقف تقلك. وقفنا مشيت قلك مشينا. ديتك بقلب الفان شو معقول تكون جوا؟ اش ما كانت نلبسها مقبول على الراس والعين. طيب سجيع يلا لمص. شو ناقص هلا؟ شو ناقص؟ بدنا نقص الباب، الورقه اللي على الباب. يلا نشوف الامبسي شو بيعطيتنا. يلا اوكي خلص خلص. اوكي سجيع شو بتتوقع يكون في جوا؟ اللي بيجي من الامبسي يكون مقبول. اهلا وسهلا. يعني امبسي يعني بيكون الامبسي بتضل ذكر معنا الى الابد. يلا واحد اثنين زافي زافي ربح سجيه.